أكيد سلمى، محطتنا الختامية رح نحكي فيها عن مشروع كتير مهم. الأمور الإدارية وخاصة المؤسسات الأكاديمية تحتاج إلى الدقة والتنظيم، واليوم رح نتعرف سوا على مشروع المرشد الإلكتروني الذكي اللي يمكن أن يساهم في توفير مستودع بيانات للجامعة، تطبيق آليات ذكاء الأعمال للخروج بلوحات قيادة بتكون مساعدة للإدارة ومتخذي القرار في الكثير من الأمور الإدارية والتدريسية. نتعرف أكثر عن هيدا المشروع. معنا الطالبان شبل فضل الله شبل وعلي مصطفى قدسي، طلاب في الهندسة الحاسوب المعلوماتية وأصحاب فكرة المرشد الإلكتروني الذكي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك شبل، خلينا نعرف الناس اكثر عن فكره المشروع، تشرح لنا اياها لو سمحت. تمام. هسه بالبدايه يا ريت بس نحكي شوي عن نظام الجامعه قبل ما ندخل لنقدر نوصل لفكره المشروع تبعنا. هسه نظام جامعتنا هو نظام ساعات، بحيث مو نظام فصلي مثل باقي الجامعات، بحيث انه الطالب بيقدر يختار المواد اللي بده ينزلها هو بكل فصل، وبالتالي هالشي يعني الضابط الوحيد لهالموضوع هو الخطة الدراسية موجودة بالكلية، بحيث انه مثلا طالب ما بيقدر ينزل انجليزي 2 ليكون مخلص انجليزي 1، او برمجي 2 بدون ما يكون خلص برمجي 1، بس ما في مستويات للمواد، يعني ما في مادة سنة أولى أو مادة سنة ثانية أو مادة سنة ثالثة، ما في هذا الضابط موجود، يعني كل طالب بينزل مواد بالشكل اللي بيريحه له. بس هالشي بنفس الوقت يعني عنده مجال للخيارات، بس بنفس الوقت بيعمل له بعض المشاكل، بعض التلبك للطالب، وبالتالي الجامعة وفرت نظام اسمه نظام الإرشاد الأكاديمي، بحيث كل طالب له مرشد، هو دكتور من الجامعة بيرشده بيساعده بالمواد اللي بده يسجلها بحيث تكون أفضل له. وبالتالي كانت فكرة مشروعنا هي أنه نقدر نتحول من مرشد أكاديمي لمرشد إلكتروني، بحيث ما يعني يكون هذا إرشاد أكاديمي ذكي. فكرة المشروع تبعنا طبعا هي SBU Intelligent Academic Advisor، يعني المرشد الإلكتروني الذكي. طيب خلينا نتعرف معك أكثر علي عن المرشد الإلكتروني الذكي، نشرح عنه أكثر. يعني حكينا عن الفكرة كيف بدأت، وهي أساسا هدفها طلابي، يعني هي مشاكل عم تواجهوها أنتم كطلاب، عم تحاولوا تلاقوها حلول ضمن إطار الجامعة وبفكرة فعلا ومشروع هادف. تمام. هلق الآلية قصدك؟ تمام. هلا آلية المرشد الأكاديمي نحن عملنا واجهة بسيطة، بحيث إنه بنحط أي رقم من طالب من الجامعة، أي رقم، بس نحط الرقم بتطلع عنده واجهة بسيطة كثير بالنسبة له. شو بتوفر له؟ بتوفر عدة تقارير. تمام. كل تقرير فيه له مهمة خاصة، مثل عندنا أول تقرير كان المعدل الوسطي للطلاب. طبعا هاي البيانات نحن أخذينها من أنشئة الكلية، يعني من 2005 تقريبا للفصل الحالي لخصنا البيانات وقدرنا نطلع له المعدل الوسطي. كيف يعني؟ عندنا المواد تطلع المعدل الوسطي طبعا خلال كل طالب له هي المواد طبعا حسب الخطة الدراسية للجامعة. تمام. فهي هذا اول تقرير. ثاني تقرير كان هو عندنا هي نفس المواد بس العلامة متوقعة له. ننتقل للتقرير الافضل، هو كان المرشد الاكاديمي الالكتروني بالنسبة لنا، انه بنعطيه هو بيختار الطالب كم ماده بده، مثلا ماده مادتين خمسه سته الى اخره، نحن بنختار له افضل سيناريو له، مجموعه من المواد وافضل سيناريو له، بحيث نحن بنتوقع له معدل الفصلي والكلي. طبعا بالاضافه لهالشيء النظام تبعنا وفر واجهه ثانيه للطالب، بحيث انه الطالب مثلا نحن اخترنا له نظام نختار له بشكل تلقائي افضل خمس مواد، بس هذا الطالب لسبب ما لظروف معينه ما بده ينزل هاي الماده او هاي الماده، فوفرنا له واجهه ثانيه بحيث انه بينقي المواد هو، يعني بيظهروا له المواد اللي بحقوا له، بينقي كل ماده بشكل انه يشوف تاثيره على المعدل بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر بيشوف تاثيره على المعدل الفصلي والكلي، بيختار افضل المواد اللي بتناسبه. طبعا طيب المرشد هذا هل هو فقط بيقتصر على الطالب، مساعده الطالب، ولا ممكن ادخاله ايضا كنظام واليه ممكن يعتمد بعض المدرسين، وبالتالي ممكن هي تسهل امور اداريه وتحولها لشكل خليني اقول الكتروني، يساهم مع الطالب ومع الاستاذ؟ يعني اذا تمام. هو شيء اكيد راح يسهل على العمل الاداري من حيث مجال عمليه التسجيل. كيف يعني؟ نحن بالتقويم الاكاديمي في عندنا اسبوع تسجيل مقررات، فهذا الاسبوع بيكون في عندنا ضغط كثير على الاداره، يعني في طلاب كثير فينا يتسجل مثلا بالبيت على الموقع، بس في صير عندنا تشتت بين الطلاب من ناحيه شو؟ من ناحيه انه انا بدي سجل، بس شو هي المواد بدي اختارها؟ ما نعرفان، فبده يلجا لمين؟ للاداره، فبينزل الاداره بيصير ضغط كبير عندنا بالاداره من ناحيه انه انا شو بدي نزل، شو الاحسن الي، شو الافضل. فنحن عملنا هي الفكره بحيث مشان تسهل على الاداره،
تسهل عليها انه خلص الطالب صار يعرف شو انا بدي نزل، شو الافضل بينزل له. على الطرف يعني بيساعد الطرفين، المرشد الالكتروني بيساعد الطرفين، الضغط على الاداره من خلال التسجيل، وبنفس كتير. الوقت للطالب ليرشده كيف فيني فعلا انا فوت اداريا وتسلسل بشكل كثير صحيح. تمام تمام، هي بصير للتنتين يعني للتنتين صحيح. افضل فنحن بنسهل عمليه الاداره كثير، فبصير الطالب ما عاد في داعي ينزل للاداره الا بحاله واحده يكون في مشكله بالتسجيل. طيب ردود الفعل هذا المشروع كيف كانت من قبل الاداره والطلاب؟ هلا الحمد لله كانت كثير منيحه بالنسبه لنا وعطونا دافع كبير. نحن لسه في عندنا مشروع قادم هنا، نحن عندنا مقسمه 3 مشاريع انجزنا هلا مرحلتين، لسه مرحله ان شاء الله بالفصل. شو هي المرحله الاخيره؟ هي مرحله هي مقسمه يعني بالسنه الرابعه فصل ثاني مشروع فصلي، بالسنه الخامسه بالفصل الاول مشروع تخرج واحد تخرج اثنين. نحن باقينا مشروع تخرج اثنين، يعني بدنا نصير نحسن من المعامل تبعيتنا انه احنا كيف توقعنا للطلاب، بنعمل مقارنات بين التوقع تبعنا وبين انه الفصل اللي طلعت علاماتهم للطلاب، بنسوي مقارنات وان شاء الله بيكتمل النظام بشكل كامل ان شاء الله. يعني دائما لما بنسال عن اي مشروع او عن اي خليني اقول بروجكت بحثي، فدائما بنسال عن الجدوى تبعيته قد ايه ممكن يستمر وما يكون اني يعني بيخدم حالة صغيرة، لا يكون في فكر متطور هو نفسه قابل للتطور. خلال دراستكم لهذا المشروع قديش حاطين في أفق ممكن هو يكون نظام بعدين شوي شوي تعتمدوا أكثر من كلية وليست فقط كلية معينة؟ لا أقدر أوضح لك فكرة. نحن بداية فكرة المشروع كانت أنه المشاريع سابقا كانت تنعمل وتنطرح بالكلية أو بالجامعة وتتنفذ بس ما يتم استخدامها بشكل فعلي. ففعليا إدارة الكلية مشكورة وجهتنا لهالموضوع أن نحاول نقدر نشتغل شيء تطبيق فعلي يتطبق داخل الجامعة أو خارجها. فهذا المشروع تبعنا يعني ما دخل حيز التنفيذ، ولكن إن شاء الله أنه رح يدخل حيز التنفيذ مباشرة بالجامعة وجاهز للتنفيذ مباشرة، معمول بطريقة أنه يكون في تطور إن شاء الله. أكيد يعني الخوارزميات اللي اشتغلنا عليها، خوارزميات الداتا مايننج والمجرات، ان شاء الله مع الوقت اكيد راح تتطور راح تعطي نتائج افضل من خلال اخذ اراء الطلاب. نحن من خلال مشروع الطلاب الاول اللي نعمل بالكليه اخذنا اراء الطلاب وحسننا عليه. حلو. الواجهه الثانيه اللي وفرناها هي واجهه السلكشن كورس، هي من اراء الطلاب. كانت تم العمل فيه والتنفيذ على ارض الواقع فينا نقول، لتلاقوا الطلاب والاداره شيء ملموس فعلا. بس هذا الشيء بيعود لاداره الجامعه، يعني اداره الجامعه هي اللي بتحدد هالشيء. اكيد في قرار وفي في قرارات ليأخذوها، بس بالنسبة للموضوع انه هو للجامعة كلها مو بس لكليتنا. يعني أكيد بشكل عام دائما نحن وقت نستضيف شباب من كلية هندسة الحاسوب والمعلوماتية بيكون في عندهم أفكار كتير حلوة لحتى يستثمروا هي التكنولوجيا. عم نحكي عن يمكن مشاريع بسيطة رأسمالها فقط كمبيوتر وشوية برامج. أكيد. خلينا نحكي عن قديش يمكن اليوم عم تحاولوا تربطوا مشاكلكم الشخصية اللي ممكن تعانوا فيها أو مشاكل الطلاب بإيجاد إلى حلول على أرض الواقع من خلال دراستكم. تمام. هلا نحن بنشكر اول شيء اداره الكليه لانه هن دائما بيعطونا افكار بحيث تكون عمليه، بتكون نحن بتفيد الطلاب. اهم شيء نحن قصدي انه بنفيد الطلاب، نحن اعطونا فكره عمليه انه بحيث انه نحن بنفيد اداره الكليه وبنفيد الطلاب بنفس الوقت. وهذا نحن الشيء الحمد لله فعلناه كان نحن ولزملائنا. يعني هي في عده اختصاصات، مثلا برمجه، في امن نظم، في سكيورتي، في كثير شغلات، اكيد شبكات، في كثير شغلات. فالحمد لله انه نحن اهم شيء انه بنحاول نساوي شغله انه بتطبق، انه شيء بفيدنا نحن كطلاب خلال المرحله الدراسيه وبفيد الاداره، بنحاول نفيد الاداره كان داخل الحلو وخارج. يمكن كل مشاريع التخرج عم تصب بمواضيع مهمه، يعني بتشمل مشاكل عم تعانوا منها عم تحاولوا تحلوها بالاتفاق مع دعم ان كان الجامعه والاساتذه. واستضفنا يمكن سلمى كثير من الطلاب كان عندهم مشاريع تخرج جدا مهمه وشاركت بمسابقات، ودائما عم نتفاجأ يعني بالافكار الموجوده عند الطلاب السوريين. قديش مهم دعم الجامعه والاساتذه لكم لتنفيذ هي المشاريع للاستمرار بالمشروع؟ يعني عم نشوف احيانا مشاريع لا بتوقف، لا هلا عم نشوف لا مشاريع تخرج عم تكون مواكبه للواقع، بتلامس الواقع ما انا بعيده عنه من خلاله عم نحاول نحل مشاكلنا. تمام. اكيد دعم الجامعه هو الاساس، خاصه بموضوع انه نحن الشيء اللي اشتغلناه بناء على بيانات الجامعه. نحن اخذنا بيانات الجامعه منذ تاسيسها لليوم والتحليلات كم عملنا التحليلات كامله عليها، وبالتالي لو الجامعه ما اعطتنا هذا الدعم ما قدرنا نوصل لهي المرحله من التحليلات او نوصل لهي النتيجه. صحيح.
فأكيد الجامعة بنشكرها لها دور كبير بهالموضوع. أكيد. يعني بختام حديثنا خلينا هيك كلمة منكم اليوم لكل الشباب اللي بياخد خليني أقول الناحية الأكاديمية وبيوقف عندها، لا نحن بدنا ياخد الناحية الأكاديمية ويستمر ويجرب مرة واثنين وثلاثة، لأنه أكيد هذا الشيء رح يفيدنا ويفيد المجتمع بكامله. شو تحبوا تقول؟ تمام. أنا بحب أنا وزميلي ننصح الطلاب اللي عندها مشاريع أنه تحاول تشتغل شيء عملي، شيء يطبق على أرض الواقع، لأنه المشاريع هي الفرصة الوحيدة للطالب لأنه يكتسب خبرة خلال فترة دراسته. أكيد. ما في المواد الباقي يعني ما في هذيك الأخذ يعني والشغل الفعلي، والمشاكل اللي بتظهر هي أهم من الشغل بحد ذاته. بالتجريب المشاكل. بالضبط. أكيد. هي بتعطينا الخبرة. بتعطينا الخبرة. يعني بدون المشاريع خلال المرحلة الدراسية نحن ما بناخذ خبرة. طبعاً هي أساساً لصقل العمل الأكاديمي بدك شيء عملي يطبق على أرض الواقع. بدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمة، وإن شاء الله بنشوف هيدا المشروع مطبق على أرض الواقع. وشكراً كثير لكم. وشكراً لكم. نحب نشكركم ونشكر إدارة القناة على هاللفتة الحلوة، وأكيد بنشكر كل مين ساهم معنا بهالمشروع، ومنخص بالشكر أكيد العميد الكلية الدكتور مهيب النقري اللي كان مشرف على مشروعنا وتابعنا بكل خطوة. أكيد. تحية لكل الأساتذة. وما ننسى نشكر أهلنا اللي كانوا سند ودعم لنا بكل. أكيد. نوجه تحية للكل من ضمن صوتنا لصوتكم، نتمنى لكم التوفيق. شبل فضل الله شبل وعلي مصطفى قدسي، شكرا لوجودكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم.